بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم حبايب؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. انا نهمال من قناة نوافو. ان شاء الله النهاردة هنعمل فرخة مشوية، يعني من غير شواية من غير اي حاجة، وهتطلع طعمها جميل والصورة بتتحدث عن نفسها. يعني يلا نسمي الله ونبدأ نشوف هنعمل الجمال ده كله ازاي. النهارده هنعمل بقى فراخ مشويه. حطينا في الكب ايه بقى؟ حطينا بصلايه، طماطمايه، في قرن فلفل وقرن شطه، كوبايه زبادي، كوبايه زبادي صغيره مش كبيره، ده معلقه صلصه، عليها معلقه دبس رمان، وحطينا كام فص ثوم. وهنحط بقى التوابل بتاعتنا اللي هي عباره عن ايه بقى؟ نحط معلقه كبيره من توابل الفراخ. هنا ده ليمون، ده ليمون، معلقتين ليمون، معلقتين خل. نرجع بقى للتوابل بتاعتنا، ده بهارات فراخ، فلفل اسود بقى، البابريكا، وهنحط بهارات، ده البابريكا، نحط الثوم الباودر، البصل الباودر، هنضرب كل الحاجات الحلوة دي مع بعضها. نروح نضربها بس طبعا زي ما احنا متعودين، ده الملح بقى الكبة بتاعتنا، ونروح نضرب ونرجع تاني. على فكرة يا جماعة الفرخة مش المفروض انها تكون اكبر من كيلو ونص، يعني كيلو كيلو ونص بالكتير، عشان طبعا مش هتستوي في المشوية، مش هتاخد سوا كتير، مش لو أكبر من كده مش هتستوي أصلا. ونفتحها كده من الظهر ونغسلها كويس، ونقعها في ليمون وملح وخل، وخلاص كده. يعني ايه، نجيب الخلطة بتاعتنا بقى نحطها عليه. دايما بنقع الفراخ والسمك في مية وخل وليمون وملح، ده المحلول بتاعي دايما في النقع. هنا بقى شايفين الخلطة اللي انا ضربتها في الخلاط، ان شاء الله يعني تحس ان ريحتها طالعة عليك كده ان شاء الله. هنفضيها بقى على الفرخة اللي نايمة في الصينية دي، هننزل كل الحاجات دي الحلوة دي، ونروح بقى ايه مدلكين الفرخة ديت بكل الحاجات الحلوة دي. طبعا مش هينفع معاها، هننزل بايدينا بقى عشان نضمن ان كل الخلطة وصلت في كل مكان في الفرخة. ونقلبها الناحية التانية، نروح مظبطينها كده كأننا بنعملها مسائل، نظبطها كده يعني خلاص. يعني مش اللي ما عندوش شواية يعني مش هياكل فراخ مشوية، لا هياكل احلى فراخ مشوية. نظبط كده الدنيا ايدينا، نروح منظفين بقى حوالينا الاول. على فكرة نسيت اقول لكم، حطيت في الخلطة معلقتين زيت، ونلطف حوالينا، ونجيب ورق الاسترتش ونركنها قد ساعتين. هنا لازم ننظف طبعا الصينية لأنها تدخل الفرن، لو في أي حاجة اتحرقت هتتعبنا احنا في التنظيف، فلازم ايه ننظف أول بأول كده. وننظف حوالينا بقى، ونلف الصينية بورق استرتش، ونركنه بقى ساعتين، مش أقل من ساعتين. يعني يا سلام بقى لو عملناها من بالليل، حاجة تانية خالص. نركنها بقى الساعتين بتوعنا، نقفل عليها كويس. طب احنا ما عندناش الورق الاسترتش، هنغلق؟ لا، نغطي باي حاجه. انا بغطي الصينيه دي بس ورق استرتش علشان الصينيه نفسها ما فيهاش قطع، ممكن اغطيها باي قطع يعني هنا عادي. ركنناها كده ساعتين، هنشيل بقى الورق الاسترتش ده ونلفها بقى بايه، بورق الومنيوم عشان تدخل الفرن. شايفين؟ ما خلاص هي كده شربت التتبيله بتاعتها. طب الورق الالومنيوم عشان ندخلها الفرن، تاخد في الفرن قد ساعة، وهتطلع أحلى فراخ مشوية إن شاء الله هتعجبكم. وإن عجبتكم ما تنسونيش باللايك والشير واشتراك في القناة. طب بإذن الله كده يعني هتاكل أحلى فراخ مشوية، لأن الزبادي في الفراخ المشوية بيطريها بيخليها طعمها جميل. ولو عايز فحم طيب في المرحلة،
ما تشيلي الورق الأولاني. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترجمة